السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير متابعينا. هذا ديدحان كله تشوفونه، هذا كله ديدحان، نسبة الانبات 100% ولله الحمد 100% نسبة الانبات. وهذا الرقروق أقل نسبة انبات منه بالصواني، يوم كبرت الفتحات هذه خلت هذا الأربع وحدة عبارة، يوم صار نسبة الانبات 100%. هذا اللفندر يوم قلت نسبة الانبات بالصواني الصغار، شوف شلون زرعته بالصيانة هذه اللي مفتوحة، يكبر وبعد 15 يوم 20 يوم نروح ونزرعه ننقله للصواني علشان ما أخسر أبذر ولا ينبت إلا 30-20%. الآن أنقله من هنا، شوفون شلون أنقله من هنا للصواني المربعات الصغار، خلاص هذه نجاحه 100% وأكثر توفير. والتجارب لكل أنواع الزهور، شوفوا هذه والله يا هي روعة، الحين أوريكم صورتها. شوفوا بلوبل، مو بلوبل، كاليفورنيا، نسبة الإنبات، شوفوا الزحويان